السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده كده الفيديو عبارة عن رقم 3 في هذه السلسلة، في سلسلة موديلنج جهاز الويلدر لينكولن. هنختار الفيسز هذه، نختار مرة أخرى هذه الفيسز، أعتقد إن في أي شيء إضافي. تمام جدا، هو في ميرور مثلا طبعا، فاحنا لو مسخنا دي كده في هذا الجزء، هنا في بليت، فاحنا نحرك ديت فوق للدرجة ديت. نشوف ايه تاني عندنا، ونلغي هذا الجزء. يبقى أصبح عندنا لو فعلنا المات كاب، هذا كده الفرونت فيو أو الباك فيس. طبعا دول نحركهم في مكانهم، هكذا. طيب برضو هنحرك في الواي اكسس بحيث البليت يكون في هذا الاساس. ممكن بعد كده يكون في بعض التعديلات، لكن احنا وصلنا كده للمرحلة ديت. هنا التكست ده كله هنضيفه بعد ذلك ان شاء الله. هنضيف التكست هذا، ثم طيب هنبقى نشوف التفصيلة اللي فوق نظام ايه. ده كله كتابة، هنا في سيركل 2 بليت. طيب هنضيف هنا لوب كات، هنا لوب كات، هكذا. ثم بعد ذلك الفيسز هنحركها كالتالي. هل محتاجين الميرور موديفاير؟ مش محتاجين الميرور موديفاير تماما. فهنضيف خلينا نشوف كده في اي حاجات ممكن نضيفها تاني. كل شيء تمام، خلينا نضغط على سيف ثم ابلاي للميرور موديفاير، لان الشكل اصبح غير منتظم. هنبدأ بالجزء ده وليكن. هكذا. طيب في هنا سكيل في الزد، سكيل موف في الاكس، موف في الاكس،
سكيل في الزد هكذا. بعد ذلك اكسترود. ايه بعد كده؟ في دايرة هنا وفي مربعين وبعض الدوائر. اذن جي في الاكس اكسترود هكذا. تمام تمام جدا. هنضيف كنترول ار انست وسيركل. نشوف تمام جدا. هنا في سيركل أيضا، هنا في سيركل جي في الإكس بعد ذلك هنضيف السيركل هكذا. تمام جدا. ديليت اكسترود سكيل سيركل هكذا. تمام جدا. خلينا نختار، هنحاول نخلي الريديوس يعني متساوي في جميع الأجزاء. اكسترود في الإكس أو في الواي. ممتاز جدا. طيب بالنسبة برضو للباتون ده اكسترود في الواي، هنشوف بقى النقطة ديت نقطة الخلاف، هل هيفرق معانا لو ضفنا سب سيرفيس ولا لا؟ هل هيفرق معانا لو ضفنا سب ديفيجن سيرفيس ولا لا؟ هو مبدئيا هنا مش هيفرق، لكن خلينا نضيف بعض اللوب كاتس، نحدد هنا الزوايا.
بالنسبة هنا للجزء ده فأعتقد كده أفضل. هنا برضو نضيف صوديوم سيرفيس، طيب بالنسبة كل الرادارات دي أو بيسموها يعني المؤشرات، طبعا في هنا دايرة برضو ما اشتغلناش عليها، سهل جدا نضيف هنا لوب كات زي كده. اكسترود في الواي أعتقد إن كده يعني التفاصيل ضفنا بعض التفاصيل في الأعلى، مش باقي غير خلينا نعيد المؤشرات دي نضيف لها بليندز. تمام، نضيف الباتوس ده بالمرة، هنضيف هنا شيفت اس كور سيلكتد شيفت دي سيبريت باي سيلكشن اند جي في الواي اكسترود في الواي اكسترود سكيل، ثم بعد ذلك سكيل وليكن هكذا and select شكر شكر دي select extrude 1 1 كل ده 1 1 1 1 الأوفسيت select شكر دي select and extrude scale scale shift y تقريبا هكذا و select all و scale هو المفترض. عفوا كنا نشتغل لحد هذه الدرجة and select شكر دي select extrude scale select و scale. تمام جدا اكسترود سكيل
طيب فين ده كده؟ هنحركه في هذا الاتجاه، ممكن نضيف هنا لوكات. طبعا حتى لسه ما ضفناش اي ماتيريالز. طيب اللي متبقي مرحلة التكتشرنج، نجهز بقى الفولدر التكتشرنج ببساطة لأنه ملف واحد. هنرجع تاني للديزاين، اتأكد ان ده متماشي مع التاني بحيث هو احنا لو اخترنا الديتيل كده سيلكت اوبجكتس وسكيل في الاكس. تمام، هو البوردر، لان البوردر ماشي مع البوردر فكل حاجة زي الفل. هو ممكن نتحرك بس في الواي، سيلكت اول، نتحرك في الواي شوية كده ليكن مع هذا. ايش بيحصل؟ كل هذا نحركه ل نموف للديتيل. جي في الواي يعني تقريبا هكذا. طيب ببساطة شديدة جدا جي في الاكس وجي في الاكس. طيب ببساطة شديدة جدا هنستخدم يو بريكت فروم فيو. لو جينا على اليوفي ايتنج فهي دي النتيجة النهائية. بعد كده نيو ايمج 4K × 4K × 4 لان في تفصيل كتير، ثم اكسبورت يو في. طيب من اليو في اضغط على اكسبورت يو في لي اوت يو في وداشبورد يو في وداشبورد اكسبورت. اولا هنا بوينت 3 وليكن كل شيء مظبوط. ان شاء الله في درس القادم هنشوف ازاي نضيف تكست في ادوبي. شوف الموضوع بسيط جدا ولكن محتاج بعض من الوقت. اتمنى يكون هذا الدرس مفيد، والقاء في الدرس القادم.